طيب قبل ما نبدا نتكلم في الكلام ده يا باشمهندس، كيفيه عمل الكومباينيشنز دي، ازاي هبدا اعمل كومباينيشن؟ هل يا باشمهندس هجمع جمع جبري؟ يعني في الاخر هقول ان الماس رقم 5 دي اللي هي الكتله اللي موجوده عندي في الدور الخامس واللي حصل لها يا باشمهندس 5 مود شيبس، ما حضرتك شايف بالمنظر ده، واللي انا من خلالها جبت 5 ديسبليسمنت يا باشمهندس، امسك بقى ازاحه الدور الخامس هنا زائد هنا زائد هنا زائد هنا زائد هنا كده، انا عملت جمع يا باشمهندس لازاحات الدور الخامس خلال الفايف مود شيبس اللي كانوا موجودين عندي، واجمعه كل واحد باشارته، ان واحد ممكن يروح يمين واحد ممكن يروح شمال، فكل واحد باشارته يا باشمهندس في الاخر اجيب الاستجابه الكليه. قال لك دي ممكن تكون طريقه بس الطريقه دي مش حقيقيه. طيب تعال بقى نعرف ايه يا باشمهندس الميثودز، الطرق المستخدمه في عمل الكومباينيشنز. هلقينا ان احنا مرينا بطرق بدائيه لحد ما اتطورنا شويه يا باشمهندس ووصلنا الى طرق دقيقه جدا جدا. اول طريقه عندنا يا باشمهندس طريقه اسمها الاي بي اس، او طريقه اسمها الاس اي في، عباره عن ايه يا باشمهندس؟ حاجه اسمها السم اوف ابسولوت فاليو، مجموع القيم القصوى. القيم القصوى للازاحات يا باشمهندس اللي هي في الاخر طلعتها هنا، فقال لك ان كل دور في كل مود شيب تاخد الديسبليسمنت بتاعته وتجمعها جمع جبري اللي احنا قلناه من شويه. يعني لو عملنا مثال دلوقتي يا باشمهندس للديسبليسمنت الناتجه في مين؟ في الدور الخامس، فابدا اقول القيمه دي زائد القيمه دي زائد القيمه دي ودي ودي بالفايف مود شيبس، يعني ده يعتبر بالنسبه لنا هو الدور الخامس لكن ده الدور الرابع وهكذا. فلما عملنا الكلام ده يا باشمهندس بنفس الاشاره، فكان عندنا 3 displacement موجبين يا باشمهندس و 2 displacement negative، خلاص؟ طيب فطريقتك في الاخر عباره عن 13 من 100 متر، يعني تقريبا يا باشمهندس بتتكلم على 13 سم مثلا. نتيجه المثال ده حلو، يبقى هو كان في المود شيب رقم واحد كان طالع ب 14 سم تقريبا 15 سم، يعني مش 14 و8، والمود شيب الثاني كان طالع ب 1 سم، والمود شيب الثالث ب 3 من 10 سم، والتاني 9 من 100 سم، يعني ارقام صغيره يعني خلاص بتقل بعد كده. فواحد كان ممكن ياخد اقصى قيمه، لا ما هو اقصى قيمه دي يا باشمهندس مش حقيقيه. فده كان الرقم الاولاني، قال لك ان الطريقه دي يا باشمهندس طريقه ضعيفه جدا جدا. ليه يا باشمهندس طريقه ضعيفه؟ لانها عندها نقطتين ضعف. النقطه الاولانيه يا باشمهندس ان كل ازاحه حصلت في وقت معين تختلف عن الوقت التاني، خلاص؟ لان كل ازاحه دي ما حصلتش في نفس الوقت. مليون في المية كلامك مظبوط. والعيب التاني يا باشمهندس اني بشتغل على كل مود شيب لوحده، يعني الازاحه الاولانيه الناتجه عن المود شيب الاولاني ملهاش علاقه بالتاني وبالتالت. يعني ما قلتش يا باشمهندس ان انماط الحركه ممكن تاثر على بعض، هي انماط الحركه ممكن تتاثر على بعض طبعا يا باشمهندس، لان هي اصلا كلها مستنتجه من خلال بعض. التاني بيحدث نتيجه الاولاني، والتالت يا باشمهندس بيتكريت لما الاول والتاني يحصلوا، والرابع هكذا. يعني هي مود شيبس متعلقه ببعض. فهل انت اخذت تاثير الترابط ما بينهم يا باشمهندس ولا لا؟ يبقى النقطه الاولانيه والطريقه الاولانيه اللي اسمها سم اوف ابسولوت فاليو طريقه ضعيفه جدا جدا لخلالين اساسيين، لان هي بتعتبر ان جميع الديسبليسمنت الحادثه لكل دور بتحدث في ان واحد، وده غلط، خلاص. والعيب الثاني عدم ترابط مين يا باشمهندس؟ عدم اخذ تاثير الترابط ما بين انماط الحركه وبعضها البعض. طب الطريقه الثانيه يا باشمهندسين اللي اسمها الاس ار اس اس، السكوير روت اوف ذا سم اوف ذا سكويرز، يعني الجذر التربيعي لمجموع المربعات. يقول لك يا باشمهندس عشان خاطر اتلاشى العيب الاولاني في الطريقه الاولى اللي هي كل القيم بيفترض ان هي بتحدث في ان واحد وده غير صحيح، انه يبدا يعمل ياخد كل قيمه ويربعها ويحطها تحت الجذر، فبالتالي ممكن تديني نتائج الى حد ما منطقيه شويه. لما انا عملت الكلام ده يا باشمهندس طلع لي النتيجه كام؟ 14 سم و8 من 10، يعني تقريبا طلع النتيجه لمين؟ قريبه جدا للمود شيب رقم واحد. على فكره انا قلت لك يا باشمهندس في معلومه قبل كده ان فعلا الفاندمنتال مود شيب بالنسبه لي دايما بيكون المود شيب رقم واحد، اللي من خلاله اصلا بحسب الفاندمنتال تايم بيريود، خلاص. هو المود شيب رقم واحد هو المتحكم اساسا في حركه المنشا بالكامل. فهنا الرقم ده طلع لحد ما قريب جدا من الديسبليسمنت رقم واحد، يعني الارقام الثانيه اللي تربعت حركة تحت الجذر ما كانش لها لازمه. فاخدت كل القيم اللي فوق دي يا باشمهندس قعدت اربعها، طبعا هنا مش هيفرق معايا النيجاتيف لان كده كده بتتربع واحطها تحت الجذر.
بس ما زالت الطريقه الثانيه يا باشمهندس هي ممكن تكون ادت لي نتائج لحد ما اقرب من الطريقه الاولانيه، ولحد ما وصلت بالنتيجه بتاعتها الى نتيجه الفاندمنتال مود شيب اللي هو غالبا بيكون المود شيب رقم واحد، وفي حد ما تلاشيت العيب الاولاني الموجود في الطريقه الاولى. طبعا واحد يقول لي تلاشيته ازاي يا باشمهندس، اقول لك من خلال الايكويشنز اللي بيعملوها عشان خاطر يستنتج في الاخر القيمه اللي قدامك دي للجزء التربيعي لمجموع مربعات مين؟ المجموع المربعات اللي زي حد كانه بياخد يا باشمهندس المحصله بمعنى اصح. لكن ما زال العيب الثاني اللي هو بالنسبه لنا عدم اخذ تاثير الترابط ما بين انماط الحركه وبعضها البعض. فقال لك شكرا، احنا ممكن بقى نستخدم الطريقه الثالثه اللي هي السي كيو سي، اللي هي بالنسبه لي كومبليت كوادراتيك كومباينيشنز. يعني ايه يا باشمهندس الكومبليت كوادراتيك كومباينيشن؟ بنسميها بالعربي التحصيل الرباعي المتكامل. ودي يا باشمهندس فيها معادله كبيره جدا 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 لو هتحلها بشكل يدوي. اتمنى تبحث عن المعادله دي. عايز اقول لحضرتك ان انا ما بستخدمش الطريقه الاولانيه ولا الثانيه، لكن بستخدم الطريقه الثالثه، وان الطريقه الثالثه دي يا باشمهندس لاشت العيب اللي كان موجود في الطريقه الثانيه. لما يجي يحسب الازاحه الحقيقيه للمنشا بياخد الترابط ما بين المود شيبس وبعضها البعض يا باشمهندس، وفي نفس الوقت هو اكيد 100% عرف ان الازاحه ما بتحصلش في نفس الوقت لمين؟ للمود شيبس المختلفه.